وليعمل البار ما شاء أن يعمل فلن يدخل النار، وليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة. والنتيجة كل واحد بده يقطف ثمرة أعماله. فجاء بره فرده عنهم، فرده عنه. طيب هذا البار بوالي بيه، إذا كان إجا الملك بده يقبض روحه إجا بره بعده. طيب رد إجا مرة ثانية رد بعده، بعدين شلون بده ينقبض الروح؟ الباب بوالديه ورد أن الله يتولى قبض روحه. يا سلام، يعني يؤذن الملك بقبض الروح بإذن الله فيقبض روحه والناشطات نشطة، يقبض روحه بكل عطف بكل حنان بكل دلال. يضرب اللي بيفهم هيك وما بيقبل اجرين ابائه، بيغسل رجليه هون بدموع عيونه حتى يصل الى العطاء العظيم. ورأيت رجلا من امتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه، ممنوعين من الكلام. سلام عليكم، ما حدا بيرد عليك. اخي وينك؟ ما حدا بيرد عليك. قال فجاءته صلة الرحم فقالت ان هذا كان واصلا لرحمه، فكلمهم وكلموه وصار معهم مع المؤمنين. صلة الرحم زيارة الاقارب من طرف الأم أو من طرف الأب، هي كلها شو اسمها؟ اسمها رحم. فبدك توصل أرحامك، بتزورهم، تنصحهم، ترشدهم، يكون أقل ما يكون بينك وبينهم مودة، محبة. وإذا الإنسان استخف بالأرحام ما زار الأرحام، خسر المنافع. ومن استخف بالأرحام خسر المنافع، هذا حديث كذلك. فليش الإنسان يخسر منافعه؟ صلة الرحم. الرحم لما خلقها الله تعالى، لما خلق الله الرحم تعلقت بالعرش فقالت وعزتك إني خائفة من القطيعة. فقال الله تعالى ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ لذلك ورد إن الله اشتق للرحم اسما من اسمه، اسم الرحمن الرحيم واسمها الرحم. والله تعالى يقول في القرآن فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، بيعمي عيونه بيطرش أذانه عن الخير والحق، هذا اللي بيقطع الرحم. فمعناتها إذا بدك تكون مع المؤمنين بالآخر شو لازم يكون؟ صلة الرحم. هلا ما بيوصل أخوه، ما بيوصل أبوه، ما بيوصل أمه، تارك الأقارب، تاركهم، المفروض عليه لقائهم، فكيف بالبعيد؟ الله يثبتنا. ورأيت رجلا من أمتي يأتي النبيين وهم حلق حلق، عاملين حلقات، حلقة سيدنا محمد وحلقة سيدنا عيسى وحلقة سيدنا موسى. الأنبياء
الأنبياء كلهم عاملين حلقات مع بعضهم البعض. قال فيأتي رجل كلما مر على حلقة طرد، يا رب دخيلة، يطرد من مجالسة الأنبياء. كل ما بده يجي للجماعة يقلعوه، هي خصوصية للأنبياء ما كل واحد يجلس فيها. قال فجاءه اغتساله من الجنابة فأخذ بيده فأجلسه إلى جنبي، إلى جنب النبي عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أن غسل الجنابة هو في هذه الأمة المحمدية، أما الأمم غير هذه الأمة ما عندهم غسل الجنابة فما بيقبلوا. أما النبي بيأخذوا بإيده بحطوه قدام النبي لأنه اغتسل من الجنابة. الغسل من الجنابة خاصة من خاصيات أمة النبي عليه الصلاة والسلام. هناك أناس يتأخرون بغسل الجنابة، بيقعد مثلا من على بكرة للظهر، أو تأخر بفز بينزل لشغله بيرجع عشية بيتغسل بيجمع الصلوات. تأخير غسل الجنابة ضعف في الجسد، ضعف في الجسد وظلمة في القلب وبعد عن الملك وائتلاف مع الشيطان وحجاب عن الرحمن. هذا تأخير غسل الجنابة. فاللي بيأخر غسل الجنابة كم واحدة عم أصيبه؟ خمسة. أول واحدة شو؟ الجسم عم بيضعف. ليش؟ لأن الجنابة معنى ذلك لما بيخرج من الإنسان ما يسبب الجنابة بيحصل لجسمه انحلال، بحط الجسم، فانحلال الجسم معناها مسامات الجسم كلها اغلقت فما عاد يدخل الاكسجين، لذلك نشوف الجسم كله انحل. فالغسل بيفتح مسامات الجسم فيبقى الجسم نشيطا. فاللي ما بيتغسل جسمه شو بيصير؟ مريض. والاطباء بيقولوا مواصلة الجنابة من غير غسل فوري يسبب أمراضا عضلية وعصبية وجلدية، جلدية وعصبية وعضلية، مشان يأخر الغسل. فالإسلام قال لك قوم اغسل. فإذا إنسان أجنب فبيغتسل مباشرة بعد الجنابة وبعد البول، يبول ثم يغتسل. فتارك غسل الجنابة لا تقبله حلقة من حلقات الأنبياء، أما يكون جليسا للنبي في الآخرة. فبتحبوا تجالس النبي؟ معنى ذلك يعني لا تتأخر بغسلك. إذا أجنب فورا يغتسل. وبالطبع الجنابة جنابة زواج، الجنابة من الزواج، أما إذا كانت الجنابة من غير الزواج من النوم فهذا لا شيء فيه، أما إذا كانت من غير نوم ولا زواج فهذا يكون نعوذ بالله ممن لا يطرد فقط، ممن يعذب ويبعد عن الأنبياء. فبدأ ينتبه الإنسان أن تخرج منه الجنابة من غير أحد هذين الشيئين. فكلما مر على حلقة طرد فجاءه اغتساله من الجنابة فأخذ بيده فأجلسه إلى جنبي صلى الله عليه وسلم. ورأيت رجلا من أمتي يتقي وهج النار بيديه عن وجهه، ثم النار حارة
عم يحط ايدتين وعم يبعد النار عن وشه بايديه حتى يخفف حر النار عن وجهه. فجاءته صدقته فصارت ظلا على رأسه وسترا عن وجهه. الصدقة سواء كانت صغيرة أو كبيرة حسب استعداد الإنسان. عليه الصلاة والسلام يقول: يستظل المؤمن بظل صدقته يوم القيامة. يوم كما ذكرنا يوم الموقف العظيم والشمس فوق الرؤوس، المتصدق تجي الصدقة فوق راسه غمامه، فلا يرى من حر النار شيئا، من حر الشمس. كمان إذا بده يدخل لجهنم تكون الصدقة تبع حجاب بينه وبين النار، فلا يرى نار جهنم ولا يسمع حسيسها، كذلك لا يؤثر فيه الشمس يوم الموقف العظيم بصدقة. يمكن أن تكون بصف تمرة، مثل ما النبي قال: تصدقوا ولو بشق تمرة، فإنها قبل أن تقع في كف الفقير تقع في كف الرحمن. وإن الله ليربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه، حتى تكون شق التمرة كجبل أحد. هي نص تمرة. وإذا صدق بالرغيف يمكن يجي هالرغيف، إذا نص التمرة على جبل أحد، الرغيف بده يجي يمكن أت سوريا بيجي، ما عاد تشوف لا الشمس ولا شيء. وإذا كان مع رغيف الخبز شي كوسايتين ثلاثة، وإذا كان توب لبسوا إياه، وإذا كان صدر بقلاوة أطعم من الجوع، هذا يلي بيخلي الإنسان تبتعد عنه نار جهنم. فيتصدق الإنسان وإن كانت الصدقة قليلة. لا تحقرن من المعروف ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي. واحد بدي يعبي سطله، أنت معبي سطلك، كب سطلك بسطله، هي تعتبر صدقة. ما شو بتكلف هي؟ باب الصدقات واسع. يمكن الإنسان يمكن يتصدق بقلم، يمكن يتصدق بكبريته، يتصدق بشيء من ملح. كل شيء تصدقت به مما ينفع الفقير فهو صدقة تحجبك يوم القيامة من شيئين أساسيين: من حرارة الشمس ومن حرارة النار. يعني بدها حركة. الله يوفقنا. واحد إذا تصدق برغيف خبز هذا بيكون كثير بالنسبة له، إذا تصدق بكمرة بيكون كثير، واحد إذا تصدق البناية بيكون قليل. كل واحد على حسب استعداده. يعني واحد بيملك له 500 مليون ليرة، هذا بيتصدق نصف تمرة، هذا الصدقة تبعه شو؟ الصدقة تبعه 4-5 بنايات وقف للصلحاء والأفقياء وطلاب العلم، ما كتير بالنسبة له. واحد ما في عنده غير تمرة، أكل نصه وتصدق بنصه. لذلك النبي سأل الصحابة قال له: واحد تصدق بمية إية ذهب، واحد تصدق ب10 واء ذهب، واحد تصدق ب10 آواق ذهب، عنده 100 وإية تصدق ب10 واء، واحد عنده 10 واء تصدق بـ1 إية ذهب، واحد عنده دينار تصدق بدينار. فأيهما أحب إلى الله؟ أنه أفضل؟ الصحابة قالوا له: لا، اللي تصدق بعشر واق، 10 أوئيات ذهب، يعني 2 كيلو ذهب تصدق فيهم، هذا أعظم اللي تصدق بورقة سوري. الصحابة قال: اللي تصدق بكيلين ذهب 10 واق. ليش؟ هذا شيء كتير يعني ونفع كتير.
النبي قال لا، يلي تصدق بعشر وذهب هذا طالع العشر، يلي تصدق بوئية طالع عشر ماله يعني واحد من عشرة، أما هذا ما معه غير الدرهم وطالع الدرهم، هذا أنفق كل ماله، فلي أنفق كل المال أعظم من اللي أنفق العشر صلى الله عليه وسلم. فجاءته صدقته فصارت زلا على رأسه وسترا على حموشه. ورأيت رجلا من أمتي جافيا على ركبتيه بينه وبين الله حجاب. يا رب محجوب عن الله مبعد وبارك على ركبه ما عم يحسن يفز. فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده فأدخله على الله، دخله على الله، صار ممن يدخل للحضرة بإيش؟ بحسن الخلق. حسن الخلق يجمعه ثلاث خصال، حسن الخلق كله يجمع ثلاث خصال: أن تعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، وتحسن إلى من أساء إليك. الحديث بيجمع الأخلاق كلها، هذا حسن الخلق. تعطي من حرمك، واحد لك عليه حق منعك يا قرايبينك أقاربك أصحابك، لك عليهم حق منعوا حقك، أنت عطيتهم فوق ذلك، ان بيحرموك وانت بتكرمهم. تعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، واحد عدى عليك، واحد اذاك، واحد حكى عليك، واحد طلع دعايات سابق اعفي عنه، وتعفو عمن ظلمك، وتحسن الى من اساء اليك. واحد عمل معك مقلب وصل إليك الضر والأذى بأشكال ألوان، فأنت الأحسن له كرمه، يخرب بيته هذا عقرب، كل ما بتحسن له بيقرص أكثر، فأنت معلش بين الفضل. سيدنا الشيخ محيي الدين رضي الله عنه شيخه الشيخ عبد الرحمن قال: رأيت رب العزة في المنام فقلت: يا ربي أريد منك نصيحة من غير واثقة، بدي منك حكمة، أريد منك حكمة بغير واثقة. يا سلام، هذا إذا كان مع الله بدي إياها من خصوصية يعني. يا ربي أريد منك حكمة من غير واثقة بيني وبينك. فقال الله له: من أحسن إلى من أساء إليه فقد أدى نعمة الله شكرا. من شكر النعم الإلهية شكر كامل. من أحسن إلى من أساء إليه فقد أدى نعمة الله شكرا، ومن أساء إلى من أحسن إليه. أنت بتعمل معه معروف وهو كماله بيعمل متلوف. ومن أساء إلى من أحسن إليه فقد بدل نعمة الله كفرا. فقلت: تكفيني. فقال: تكفيك. يا سلام، هي وصية الله خصوصية، هاي بكفي. فأحسن إلى من أساء إليه، فهذا حسن الخلق بدخله على الله. قالوا بالنسبة لحسن الخلق، قالوا: أول خطوة في حسن الخلق كثرة التبسم، أي أول صفة من صفات حسن الخلق. هاي أناس محصلها، وكذلكم حصلها، وجاكيتهم حصلها،
مشكلات. لذلك كله الجنة. قال البسمة هي أول خطوة من خطوات حسن الخلق، الابتسام. بعد الابتسام ده بحسن الخلق، بعد الابتسام الإحسان، الإحسان إلى المحسن. واحد أحسن له تحسن له، هذا دين. ثلاثة العفو عن المسيء. فإذا كان أول واحد الابتسام، إذن البسمة صدقة. ما النبي قال تبسمك في وجه أخيك صدقة صلى الله عليه وسلم. قال فجاءه حسن خلقه فأدخله، فأخذ بيده فأدخله على الله. ورأيت رجلا من أمتي جاءته زبانية العذاب، الزبانية الملائكة التي تدفع الناس إلى نار جهنم. يعني هذول تبع المزة، شو بيسموهم يلي بيعذبوا بالمزة، نسأل الله السلامة. هذول اسمهم الزبانية، بيدفشوا الواحد لجوه وبينزلوا فيه. فإجت قال زبانية العذاب، رأيت رجلا من أمتي جاءته زبانية العذاب، فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من ذلك. إذا زبانية العذاب ما لها سلطة عليك. إذا بتدعي إلى الله، عندك حلقة بتبلغ الإسلام، بلغ الدين، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، زبانية العذاب ما لها شغل معك. بخلصك الأمر بالمعروف كأنك خليفة الله وخليفة النبي وخليفة القرآن. من لا تجي زبانية العذاب؟ ما بقالها شغل معك. بدها تعذب الواقع في الذنوب والخطايا، أما اللي أنقذ الناس من الذنوب والخطايا هذا شافع بده يكون يوم القيامة. فهل للشفعاء سلطة للزبانية عليهم؟ يا سلام، يعني معناتك اشتغل بالأمر بالمعروف، ادعي إلى الله، بلغ حتى ما يصير له سلطة عليك زبانية جهنم. ورأيت رجلا من أمتي هوى في النار، أسأل الله السلام، أنا ماشي على الصراط زحلة سقط. قال فجاءته دموع التي بكى بها في الدنيا من خشية الله، فأخرجته من النار. لذلك الدمعة ما في أغلى منها، الدمعة من خشية الله. لما تتذكر ذنوبك خطايا، تتذكر فضل الله عليك، نعمة الله عليك، تتذكر انه انت مقصر، فهالدمعة هي حجابك من نار جهنم، هي اللي بدها تطفي نار جهنم. اذا كان بكى من خشية الله، اما اذا فقد المصاري بيبكي، اذا فقد اذا جاع بيبكي، اذا مات امه بيبكي، مات ابوه بيبكي، كل واحدة بيبكي لها. واذا عمل الذنوب ما بيبكي، واذا صار محجوب ما بيبكي، واذا صار مطرود ما بيبكي، واذا صار مبعد عن الخير ما بيبكي. يا الله يحمينا من موت القلب، الله يجيرنا من موت القلب. فالبكاء هذا اذا بيدفع الواحد على الدمعة، والله لو بيندفع عليها مليون ليرة قليلة على الدمعة. زيك اهل الله بيشوفوا الدمعة لما بتخرج من عيونهم بيشوفوها اغلى من الدنيا بما فيها. بدك تبكي تقعد هيك لحالك. ورجل ذكر الله خاليا فقاضت عيناه من خشية الله، هذه عين بكت من خشية الله ولو كرأس الذباب حرمها الله على النار. هذا هرى فأجت الدمعة، اجت دهنته فما عادت أثر في النار، طالعته من نار جهنم بالمرة.
اذا شو هالدمعة ليش غالية؟ واذا طالعتك من النار معناتها وين يعني بدك تقعد؟ ما في غير الجنة. الله يكرمنا هيك. يا اللهم ارزقني عينين هطالتين من خشيتك. هذا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم ارزقني عينين هطالتين من خشيتك. ورأيت رجلا قد هوت صحيفته إلى شماله. يا رب دخيلك. هذا أخذ صحيفته بشمال، شو معناتها؟ هالك. قال فجاءه خوفه من الله فأخذ صحيفته فجعلها في يمينه. بدل السيئات بحسنات، بدل الشقاء بالسعادة، بدل العذاب بالرحمة. شو هالتبديل هذا؟ ما كتبتوها؟ ايه حطوا اشارة كان هي انا بظن نسيانكم اياها. ورأيت رجلا من امتي قد هوت صحيفته الى شماله فجاءه خوفه من الله فأخذ صحيفته فجعلها في يمينه. معناه الخوف من الله، الخوف من عذاب الله، الخوف من انتقام الله، الخوف من البعد عن الله. هذا الخوف بيسبب لك السعادة الأبدية في الدار الآخرة. ما في خوف يمكن تقع صحيفتك بشمالك، وإذا وقعت بشمال مين بده يخلصك؟ خوفك من الله. الخوف بده يمتلئ قلبك رهبة وجلال من عظمة الله. الخائف له علامة، من علامة الخوف عدم الوقوع في المعاصي. هذا الخائف أن لا يقع في معصية ولا يقصر في طاعة، هذا الخائف. أما إذا كان يقع في الذنوب والمعاصي ويقصر في الطاعات هذا ما خائف. فجاءه خوفه من الله فأخذ صحيفته يعني من شماله فجعلها في يمينه فصار من أهل اليمين في جنات النعيم بدل ما كان من أهل الجحيم مع الشياطين. وهذا الخوف شو بيكلف الإنسان؟ إذا رجف قلب العبد من خشية الله تحاتت عنه ذنوبه كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها. شجرة بيبسانة وبالخريف وهزيتها شو بيصير بورقها؟ كله بيصير تحتها. هيك ذنوبك بتهر إذا قلبك رجف من خوف الله من خشية الله. يا سلام. بس أنا وين مدارس الخوف؟ بدها ذكر الله ما بلا ما بمشي الحال. ورأيت رجلا من أمتي قد خف ميزانه، يعني السيئات طلعت ثقيلة والحسنات خفيفة. فجاءه أفراطه، الأفراط الأولاد الصغار الذين ماتوا في صغرهم، هذا يسمى فرط. الولد الصغير اللي بيموت بيموت في الصغار. فجاءه أفراطه فثقلوا ميزانه، بنحطه بالميزان بيثقل الميزان، بيكون تحقق بأنه من أهل العذاب ينقذ إلى أهل الجنة بسبب الولد الصغير يلي مات وهو طفل صغير.
الإله، ما كل واحد كمان واحد الله ببعث ولد موت يأوه طفل. إنا لله وإنا إليه راجعون صبر. فهذا الولد يسقيه يوم العطش الأكبر وبيثقل موازينه يوم القيامة. يبقى إذا بيتقل الميزان قديش بيطلع؟ كم حسنة؟ إذا بده يتقل الميزان قال الفرط يوم القيامة يثقل الميزان بأثقل من السماوات والأرض. يعني بالكف بأثقل من السماوات والأرض، معناتها وين ذنوبك صفية؟ الله يختار ما في رضا. يعني ما معناه إذا هو بده. ورأيت رجلا من أمتي على شفير جهنم فجاءه وجله من الله تعالى فاستنقذه من ذلك. الوجل خوف لكن مع الجلال، مع الهيبة، مع العظمة. هذا الوجل مع قشعريرة، بقشعر جلده، خايف عم يقشعر بدنه من شدة الخوف. فهذا يبعده عن شفير جهنم، يعني عن تحرفها وعن شاطئها. ورأيت رجلا من أمتي يرعد، عم يرجد، عم يهز، كما ترعد السعفة. السعفة غصن النخل، غصن النخل شلون الهوى بهزه، هذا هيك عم يهتز. فجاءه حسن ظنه بالله تعالى فسكن رعدته. حسن الظن بتظن بالله منتقم ولا رحمن؟ شو الظن بالله؟ الظن بالله انه بده هيك يكزكز على اسنانه ويمص الدم والله لو رجيت، ولا عفو كريم؟ أتى أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من يلي حساب الخلق يوم القيامة؟ اللي بده يحاسب مين؟ من يلي حساب الخلق يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله، الله هو اللي بده يحاسب الخلق. فقال الأعرابي الله هو اللي بده يحاسب؟ قال نعم. فضحك الأعرابي. كر 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 كر، ليش عم تضحك؟ فقال يا رسول الله الكريم إذا قدر عفا، الكريم إذا قدر عفا. فقال النبي صدق الأعرابي. الكريم إذا قدر عفا. ثم منوا فأعتقوا. هكذا شيمة الملوك بالمماليك يرفق. وهذا بعض أولياء الله رضوان الله عليهم شافوا بعد الموت في المنام، قالوا له ما فعل الله بك؟ فقال حاسبونا فدققوا، حاسبونا فدققوا ثم منوا فأعتقوا. حاسبونا فدققوا ثم منوا فأعتقوا. هكذا شيمة الملوك بالمماليك يرفقوا. والله حسن الظن بالله حلو. إذا بتحسن الظن بالله هالرعب هذا والخوف اللي كنت خايفه بيروح لك يا. أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي الظن الحسن. ورأيت رجلا من أمتي
يزحف على الصراط مرة ويحبو مرة. الزحف ما بيحسن يمشي، عم بيزحف على فخاره، هذا اسمه زحف. والحبو بيمشي على ايديه ورجليه. قال فجاءته صلاته علي صلى الله على رسول الله، فأخذت بيده فأقامته على الصراط، وقفته على الصراط حتى جاز، انتهى من الصراط ودخل الجنة. فإذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تساعدك على المشي على الصراط. وإن ما في صلاة على النبي ما بيحسن يمشي على الصراط، بدك تصلي على النبي دائما صلى الله عليه وسلم حتى تأخذ بيدك، وإلا فتمشي على الصراط زحف. الصراط 3000 سنة بدك تزحفه الزحف، بما فز وتركه تركيب، والله في فرق. بسبب شو السبب اللي بيخلصك من الزحف؟ صلاتك على حبيبك، نيال اللي إله حبيب، صلى الله على الحبيب الأعظم. صلي على النبي في كل حال من الحالات، فينقذك الصلاة على النبي من مسيرة الصراط حبوا أو زحفا. معناتها بدكم تخلصوا، يلا هاي الباب مفتوح، فعم يفتح لنا الأبواب صلى الله عليه وسلم. نحن لم نحسن نشوف هذا بالآخرة كله، هي كلها أخروية، ما نحسن نشوفها بالآخرة. فاللي شافها بالآخرة اجع ما يفتي لنا، وهو الذي قال الله تعالى فيه ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فرأى كل الأمور عم يخبرنا، فإذا النبي رأى وخبرنا وما عملنا لحنا، إن نكون لحنا ما فينا عارف، كأننا لحنا عم نشوف الشيء هذا، لكن نراه بعين رسول الله. النبي رأى فكأنه عيننا عم تشوف بعين النبوة. النبي عم يقول لك هيك بده يصير، فلذلك صلي علي حتى ما تتوقف على الصراط. والأخيرة قال ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة، وصل لجوا للباب، خلص الصراط وصل للباب، فغلقت الأبواب دونه. يا ستار ممنوع من دخول الجنة. فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أي داخلي عرفا، وأن محمدا رسول الله، فأخذت بيده الشهادة فأدخلته الجنة. ما بيخليك برا، فاشهدوا أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي الشهادة اللي بتنجيك يوم القيامة. الحمد لله، وجزى الله عنا نبينا أفضل ما جازى نبيا عن أمته. ما في نبي من الأنبياء عرف أمته مثل ما النبي عرفنا، ولا نبي شرح للأنبياء مثل ما نبينا شرح لنا. أي كل التوراة والإنجيل وكل ما ورد في الكتب السماوية، ما في نبي عرف أمته مثل ما نبينا عرفنا. لذلك ما بقى في عنا عذر، واللي بيقع بعد ما بيسمع من النبي هذا لا عذر له. فبيقول له ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ فهي النبي صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعلنا من أهل العمل بما علمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. والله على الحديث لو بيشرب ملء الدنيا ذهب والله أغلق، أنه هذا نجاة الآخرة كله آخرة. فيه بالنسبة للدنيا شيء، بيجيك مال بيجيك حياة، كله للآخرة.
فمعناه نقلنا النبي اليوم، انتقلنا بروحانية النبي من الدنيا إلى الآخرة. فشو بالآخرة بيصير معك؟ عما يعلمك يا حتى تتخذ الاحتياط من هلا. إذا واحد قال لك بكرة أنت بدك تسافر وبسفرك وقع في الطريق في حفرة بنص الطريق، انتبه وقال لك عن الحفرة. فلما بتصل لقدام الحفرة بتغمض عيونك وبتنام ولا بتصحى؟ فالنبي عم يقول لك هي قدامك كلها جوا، احذر ان تقع فيها. هو عم يعطيك كل واحد يمشي قدامها. فصلى الله عليه وسلم ما ارحمه بامته، اللهم اجزه عنا افضل ما جازيت نبيا عن امته، اللهم اجزه عنا افضل الجزاء واجمعنا به غير خزايا ولا ندامة، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وللمسلمين اجمعين، والحمد لله رب العالمين. إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة وسلم إنه من لم يسأل الله تعالى يغضب عليه، وقال صلى الله عليه وسلم إنما يلبس علينا صلاتنا قوم يحضرون الصلاة بغير طهور، من شهد الصلاة فليحسن الطهور. قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، ليغان يعني يغطى على قلبي، فهون معنى يغطى على قلبي يعني يغطى على قلبي بأنوار ربانية، فإذا أفقت منها وحصل لي أنوار أعلى منها عددت تلك الأنوار ذنبا فأستغفر الله منها. هذا تأويل للحديث
يليق بمقام النبوة، لا كما يظن البعض ليغال على قلبي، يعني يسدل حجاب على قلبي أو يرخى ستار، فالأنبياء معصومين من حجاب القلب عن نور الله، وهم غرقى في بحار أنوار الله، لكن يأتي نور إلهي، هذا النور لساعة وقته، والساعة اللي بعدها يرتقي النور عما كان عليه، فالنبي في ارتقاء دائم في كل لحظة من لحظات حياته، في كل يوم يرتقي أكثر من 100 مقام، وكلما ارتقى إلى مقام رأى المقام الأول دون هذا المقام فيستغفر الله منه. أن تفسير الحديث يجب أن يكون بما يتناسب مع مقام النبوة، أما إذا قلنا أن النبي عم يغان على قلبه من خطايا أو ذنوب أو حجاب أو غفلة فهذا لا يليق بمقام الأنبياء. السبب لو درسنا الحقيقة لوجدنا أن بعض أولياء الله منهم من يستغرق في حضوره مع الله ليله ونهاره، لا يحجب عن الله طرفة عين حتى في أوقات لهوه وقضاء حاجته، وهو ولي من أولياء الله، فكيف بنبي الله؟ كيف بسيد الأنبياء؟ كيف بمن قرن الله اسمه مع اسمه؟ فهذا ما ممكن واحد يفكر أن النبي يغشى على قلبه غشاوة لطيفة أو كثيفة مطلقا، فقلب النبي عليه الصلاة والسلام قلب استمدت شموس الكون من قلبه صلى الله عليه وسلم، فقلبه شمس الشموس لأنه مستمد من نور الذات، وكل الشموس مستمدة من الصفات، أما النبي مستمد من نور الذات، وهناك فرق بين من يستمد من نور الذات ومن يستمد من نور الصفات. فشمس الشموس صلى الله عليه وسلم لا يحجبه سحابة ولا غمامة ولا غشاوة، إنما النبي حاضر يتأجج قلبه حضورا مع الله وأنواره. فإذا هنا الحديث إنه ليغان على قلبي، يعني بنور الله الذي هو مقام من المقامات، فإذا أفقت من هذا النور وجدت نفسي في نور أرقى منه للارتقاء، فأستغفر الله من النور الأول. وهكذا كلما دخل على القلب جزوة من النور الإلهي يرتقي عنها إلى ما هو أعظم. من ناحية ثانية، النور دائما إذا دخل القلب يحصل للإنسان غيبوبة فيه، نزول التجلي إلى القلب أو الإمداد الإلهي أو الأنوار يحصل للإنسان عندها غيبوبة من قوة هذا النور. منهم من يسهو بنام، منه من يغمى عليه كغيبوبة بسيطة حتى يفاض النور في قلبه، فإذا صحى رأى نفسه في حالة الأنس وفي حالة القرب، فيرى أن هذه الغفلة هذه السهوة
يراها نقصا فيستغفر الله منها، مع انها السهوة هي ساعة الفجر، لكن يصحو فيرى ان حالة حضوره اشد مما كانت فيستغفر الله منها. اذا حفظتها المعنى ما ننتسى ان شاء الله معكم كل حياتكم، انه دائما المريد في سلوكه دائما الانوار تهبط على قلبه من انوار الذكر، من انوار التجلي، من انوار التوجه، فعند النور ما بيسقط في القلب الجسم لا يطيق الانوار. فلو بقي الانسان في صحوه ونزلت التجليات على قلبه لصاح وصرخ، وفي منهم بيجيهم الانوار وهن في صحوه، لذلك هذا صرخ وهذا عيّر وهذا وقع على الارض صار ينفض بايديه ورجليه، هذا ما تمثيل، هذا حقائق. لكن الشيوخ في الطريق النقشبندي الله يرضى عنهم كلهم، الشيخ هو من حمل عن مريده تجلياته، فبيحمل الشيخ روحاني التجلي ويعطيك إياها في حالة سهوة عينك بفيضة في قلبك. فلذلك تصحى تشوف قلبك حاضر مع الله في الوقت اللي انت قبل منك مغافل. هذا الحال يلي بيرقى بالمريد من غير ما يشعر بإمداداته. بعكس الطريق الرفاعي والطريق القادري رضي الله عنهم أجمعين ونفعنا بهم أجمعين، بيوكل المريد إلى تحمل أنواره. لذلك هذا بيصيح وهذا بيصرخ وهذا بينفض من إيديه ورجليه، وهذا السبب أنه هو بده يتحمل، لو ما عنده استعداد للتحمل منهم بيصير له انفجار دماغ، منهم بيصير له تفتت للأعصاب، بده يتحمل. أما الطريق الصديقي الشيخ يتحمل عن المريد كل صدمات الأنوار ويفيضها في قلب المريد في حالة الذكر في حالة سهوة منه. كن قاعد عم بذكر ما بتقول إلا سهيد، والله نايم أنا ما صحيان يعني ما نعسان، من إجت السهوة؟ أول ما بيصحى من السهوة بيشوف قلبه حاضر في الذكر أكثر ما كان في حالة ذكره وصحوه. فشو هالحالة هي؟ هاي الحالة لو اجتك وانت على صحوة لصرخ. فصلى الله عليه وسلم انه ليغان على قلبي من نور الله حتى ارتقي الى المقام الذي هو اعلى مما انا فيه. فلذلك دائما المريد في ترقي ما دام مرتبطا بشيخه. النبي كان في ترقي كان دائما الحضور مع الله. وإني لأستغفر الله لا استغفار النقص لكن استغفار الكمال، وإني لأستغفر الله استغفار الكمال استغفار الارتقاء لا استغفار الذنوب والأوزار، وإني لأستغفر الله استغفار الصفاء لا استغفار الغفلات. فهذا في فرقهم بين ما يستغفر من ذنوبه بين ما يستغفر من مقاماته. فالمقام الأدنى بالنسبة للمقام الأعلى يعتبر نقص في أهل الكمال، مثل البكالوريا بالنسبة للجامعة، بالنسبة لطالب الجامعة البكالوريا شو صارت؟ صارت نقص. والكفاءة بالنسبة للبكالوريا صارت نقص. فإذا بده يأخذ الجامعة إنه بدك تأخذ بكالوريا شو بيعتبر نفسه؟ إنه رجع من الكمال إلى النقص، فما بيرضى. فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كلما ارتقى إلى مقام
رأى المقام الذي دونه في حق كماله رآه نقصا فاستغفر الله منه. لكن هل هو نقص؟ هو على مقام حسنات الأبرار سيئات المقربين على هذا المقام. فكان عليه الصلاة والسلام السيئات اللي هو يشوفها سيئات بالنسبة للأولياء بتكون هي حسنات، سيئات الأنبياء حسنات الأولياء، وسيئات الأولياء حسنات المريدين. في نسبة بين هالحال وبين هالحال، فما كل واحد حسنته بتكون حسنة ولا كل واحد سيئته بتكون سيئة. سيئات الأنبياء سيئات قرب يلي هي لحظات وصال الأولياء، سيئات الأولياء يلي هي لذة أنسهم هي بتكون حسنات للمريدين هي ساعة قربهم. فوين المريد وين الشيخ وين نحن وين النبوة؟ فما في نسبة الإنسان يحط إنه أنا هو. مقامات الأنبياء لا تدانى ولا يمكن لأحد أن يبلغ رائحتها. إذا كان مقام الصديقية هي آخر مقام الصديقية هو بداية النبوة، بداية النبوة ما أنه هو آخر مقامات الصديقية. وين بقى حتى يصير للنبوة؟ ما في نسبة بقى. فإنه ليغان على قلبي، يعني ليغشي القلب غشاوة من نور الله، نور العطاء الإلهي عند هبوط التجليات، فأصحو منها فأرى نفسي في مقام أرقى فأستغفر الله من المقام الذي كنت فيه، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. النبي هون من طريق التواضع صلى الله عليه وسلم عرف ارتقاء مقاماته من طريق استغفاره. عم يرتقي، ما قال أنا عم برتقي 100 مقام، قال أنا عم بستغفر كل يوم 100 مرة ثم أنه معصوم من الذنوب. والصحابة عفانين عصمته، النبي معصوم، إيش كان عم يقول عم بستغفر؟ عبر عن المقامات بالذنوب والاستغفار تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، وتعليما لنا أنك لو أعطيت مقاما لا تفرح بالمقام الذي وصلت إليه، ولكن تب إلى الله من المقام الذي كنت فيه. هذا مراد الحديث. يمكن هذا أول مرة بتفسره، يعني نفسر النبي بذنوب، معاذ الله، بأوزار، بخطايا، معاذ الله أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام يمر على قلبه خاطر. لكن الاستغفار هنا استغفار الارتقاء، بدل ما يقول إني لأرتقي في اليوم 100 مقام هي فيها حظ نفس، فما ظهر بمظهر الحظوظ النفسية، ظهر بمظهر التواضع، إني لأستغفر الله، يعني من ما كنت عليه أمام ما وصلت إليه. إذن النبي كل يوم عم يرتقي 100 مقام، هذه المقامات التي يرتقيها النبي عليه الصلاة والسلام ظهرت بحقائقها في ليلة الإسراء والمعراج، كانت مقامات وهو في مكة، كانت مقامات لكن ظهرت في ليلة المعراج عندما وقف جبريل وقال تقدم يا محمد
فتبين أن مقام النبي هو أرقى من مقام جبريل عليه الصلاة والسلام. ومن هو أكرم، الرسول أو المرسل إليه؟ كان جبريل رسول لتبليغ رسالة، ولكن الذي أرسل إليه للالتقاء مع الملك من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. جبريل أرسل بلغه بأن يلتقي مع الملك، فالمرسل إليه بالتقائه أعظم أم الذي بلغه الرسالة أعظم؟ صلى الله عليه وسلم ظهر المقامات بهذا الحال، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يرتقي مقاما بعد مقام حتى كانت آخر لحظات حياته أظهر كمال المقامات في كمال الشريعة. اليوم أكملت لكم دينكم، فظهرت كمالات وصاله صلى الله عليه وسلم بكمال شرعه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هي آخر نزول آيات القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم حقق الله له مراده بقوله إذا جاء نصر الله والفتح. كان بينها وبين وفاة النبي 80 يوم. يا سلام، ورأيت الناس يدخلون الماء في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. استغفره وين هنا؟ استغفره يوصل لها المقام الأعلى والحضور الأكمل. استغفره من إيش؟ استغفره مما كنت فيه في دنيا لم تبلغ فيها كمال الكمال بإنقاذ العالم، لكن تركت من بعدك ليقوم بحملة فاستغفر النبي ربه وكانت نهاية الحياة. فاستغفره إنه كان توابا يتوب على من قصر في مقامه. أما النبي ابتقاءه كان دائما متواصل. هذا حديث إنه ليغان على قلبي. أما بالنسبة إلينا، إذا قلنا إنه ليغان على قلبي، فالغيم والحجاب هو من ذنوب وخطايا وأوزار. وقالوا من قبل، قالوا لا يكون العارف عارفا حتى يرفع العين، حتى يرفع الغيم من العين. إذا ما رفعت الغيم من العين ما بصير من العارفين. شو معنى رفع الغيم من العين؟ رفع الغيم يعني رفع الغطاء من عين اليقين. عندما بتتصل إلى عين اليقين ما بقى في غيم فلان فلان وهذا وهذا، رفع الغيم من العين. عند الحضور ما بقى في أغيار، غين الأغيار رفعت من عين اليقين. هذا مستوى ما بعرف عم تفهموا عني شلون طلعت ماني عارفان. لا إله إلا الله. رفعت غين الأغيار من عين اليقين. لترونها عين اليقين. فما بقى في أغيار في العين اليقين؟ يعني ما دمت انت بعيد في اغيار، لما بتحضر مع الشيخ في بقى اغيار، فلان فلان ما بقى في فلان فلان، صرت انت في وصال. هكذا وصال القلب مع حضرة الله. انه ليغان على قلبي. والغين كما ذكرنا على اقسام، في غين الاغيار
وهو محبة الدنيا، محبة المال، محبة الأهل، هذا كله، كل ما سوى الله فهو غير، كل ما سوى الله فهو غير. فأشوف قلبك بأنه غير متعلق، الأغيار عديدة، كل ما سوى الله فهو غير. فالشيخ بوجه المريد أن يشتغل بذكر الله، الاشتغال بذكر الله حتى ينور القلب ويطفئ غين الأغيار، الرابطة لتشغلك عن الأغيار بنور الشيخ، ونور الشيخ يوصل إلى النور الصافي فيكون لك الحضور مع الله. إني لأستغفر الله، وكل واحد منا بيقول أستغفر الله، واحد بيستغفر من الذنوب، واحد بيستغفر من الخطايا، واحد بيستغفر من مرور الخاطر على قلبه، واحد بيستغفر من وساوس الصدر، واحد بيستغفر في حضوره، حضر يستغفر وهو في حضوره، يستغفر خشية أن يكون جزءا من قلبه غير حاضر، واحد بيستغفر أنه وصل دخل على الباب، بيستغفر أنه ليس بأهل لحضوره مع عظمة الجناب. هذا استغفار وهذا استغفار، وكلهم شو عم يقولوا؟ كلهم عم يقولوا أستغفر الله، لكن هل هذا الاستغفار مثل هذا الاستغفار يلي بيستغفر من الأوزار، مثل اللي بيستغفر لعدم بلوغ مقام الأبرار، يلي بيستغفر من عدم بلوغ المقام، هل هو مثل الذي يستغفر من الأنوار؟ واللي بيستغفر من الأنوار هل هو مثل الذي يستغفر من عدم الحضور والأنس مع الله؟ كل واحد عم يستغفر على حسبه، كل واحد له استغفار يتناسب معه. فالله يرزقنا الوصال حتى نكون من أهل الاستغفار. هذا الحديث شرحنا، نشرحه بالنسبة للنبوة، شرحنا الحديث النبوي بالنسبة لمقام النبوة، كأنه قوله إنه ليغان على قلبي، عرفنا شو معناه يغان على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة للاستغفار، هذا الحديث النبي ذكره وعرف عن مقامه صلى الله عليه وسلم وارتقائه، لكن الحديث وجهه إلنا أنه أنا عم بستغفر. وإن كان استغفار النبي استغفار ارتقاء، لكن أنت المذنب، أنت الخطاء، أنت المقصر. النبي اعتبر المقام الأدنى خطيئة وذنب بالنسبة للمقام الأعلى، فكيف بك وأنت بذنبك تحجب عن الله؟ ألا يجب عليك أن تستغفر من هذا الحجاب؟ كل ذنب يذنبه العبد يحجب القلب به عن الله، والنبي عبر عن هذا الحجاب صلى الله عليه وسلم بقوله إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو تاب واستغفر، فإن هو تاب واستغفر صقل قلبه، بينظر بيظهر. وإن هو عاد، رجع عمل الخطيئة، وإن هو عاد وأذنب ولا تزال تبشو، ولا تزال تبشو، وفي هنا عبارتين هذا بذكركم اياه اما ذكرت الحديث، ولا تزال تبشو حتى يحجب القلب صلى الله عليه وسلم. فهنا انتبهوا لهالتأويل، تفسير لهالقول النبوي،
بيعمل ذنب، بيجي فوق منه ذنب، فوق منه ذنب، وكل ماله عم يفشي الذنب، عم يفشي حتى يحجب القلب. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران يعني غطى، فيغطى القلب بالظلمات، يغطى بالذنوب بالخطايا، فالقلب كلياته تستر، ما عاد يدخل شيء من نور الله. فكل ذنب مع الذنب عما تيجي مثل نقطة الزيت عم تفشي، نقطة الزيت فوق نقطة الزيت، بعدين شو بيصير؟ الثوب كله صار أسود، صار موسخ، ما عاد يدخل إله النور، ولا عاد يليق بهالثوب أن تجالس به الملوك ولا الوزراء. إني لأستغفر الله. إذا النبي عم يستغفر، طيب أنت بحجابك من ذنبك ما عم تستغفر. وليس الاستغفار أن يقول أستغفر الله، هي ضرت كثير المسلمين. المسلم ظن أنه أن يقول أستغفر الله مش لا يا عيني. الذنب لا ينحى بالقول، لأن الذنب عمل، الذنب عمل يمحى بقول، يعني البدلة تلوثت، إذا تلوثت البدلة وقلنا طهرت 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 واللهم طهرها اللهم طهرها، انغسلت يعني. الذنب العملي يغفر باستغفار عملي، الذنب العملي يغفر باستغفار عملي، والذنب القولي يغفر باستغفار قولي. فإذا بلسانه تكلم كلمة ناقصة هذا ذنب، يستغفر بلسانه فيمحو ذنب اللسان باستغفار اللسان. أما ذنب العمل لا يمحى بالاستغفار. أخطأ نهي فارتكب، وحذر ففعل. هذا لو 5000 استغفر الله هذا لا تمحى ذنبه، هذا كل ما له القلب عم يغطي عليه، وكل ما له عم يغشى عليه حتى يحجب القلب من نور الله. السبب، السبب اللي عم يفسرولنا ما عم ينبهونا، فسرولنا الاستغفار أذنب بيقول أستغفر الله وأتوب إليه وخلص الله غفر له ذنبه. لا عين، لكل ذنب استغفار، لكل ذنب استغفار يليق به. فدور ذنبك شو هو وفتش على استغفار يليق بهذا. فمثلا واحد قصر على مجلس العلم، هذا ذنب، شو الاستغفار تبعه؟ لو تقول 100 مرة استغفر الله لا ينفع. الاستغفار أن تأتي إلى مجلس العلم مضاعفا، حتى إن الحسنات يذهبن السيئات. الحسنات عملية ولا قولية؟ هون عملية، إن الحسنات يذهبن السيئات. واحد نعرته بإيدك، ضربته بإيدك، كلمة استغفر الله ما تمحيها، استغفارها تروح لعنده تعتذر وتطلب منه العفو، وإلا هالذنب دم معلق في القلب إلى يوم القيامة لا يمحى إلا بتروح تعتذر منه. ومن هذا النبي شو قال في الحديث عليه الصلاة والسلام؟ قال: الغيبة أشد من الزنا. ليش؟ كأن الغيبة عم تخلي الغير يتأسف. إن الرجل ليزني فيتوب فيتوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه، حتى تروح تعتذر منه. هي استغفار الغيبة. لأن احنا كليات عنا كله عند العرب صابون، كل ذنب استغفر الله وأتوب إليه خلاص مش الحال، استغفر الله مش الحال. لا عين، هذا اللي يضر المسلمين، أنه إنه
وقع هو ببير مالح تلوث بدنه كله بالنجاسة طلع استغفر الله واتوب اليه طير توبه وطهر بدنه معقول يعني هذا اللي خلى الناس تزل وتخطئ أن ما عرفنا شلون نعرفهم الاستغفار فليس الاستغفار استغفار اللسان إنما الاستغفار استغفار الأعمال فكل خطيئة أخطأتها بدك تكفر عنها بأعمالك لذلك كان الصحابة هيك يفهموا كان إذا واحد أذنب في مكان كان يحلف أن لا يطأ المكان الذي أذنب فيه عملي محل المحل الفلاني أخطأ فيه أبو لبابة أخطأ لما طاح أرضه وأهله أقسم يمين ما وضع أرضه بعد ذلك حتى مات لا أطأ أرضا عصيت الله فيها الاستغفار العملي عما يمحو باستغفار عملي ماعز زنى إجا طهر الزنا بإيش باستغفار عملي ما باستغفار قولي الأحاديث كلها موجودة بس نحن ما عم نفسرها حق التفسير فاستغفار عملي أما نحن أذنب استغفر الله وأتوب إليه ما غفر الخطيئة ما طهر القلب القلب لسه في عليه غشاوي الغشاوي ما بترفع إلا باستغفار عملي يليق بالذنب الذي ارتكبته هذا اللي بده يعرف معناه إني لأستغفر الله أما زيد المسبح استغفر الله 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 مئة مرة الله غفر له هي والله إذا كان هيك الشغلة هذا بدأ بمال هذا وهذا بيأكل مال هذا وهذا بيأكل هذا وهذا استغفر الله ما شاء الحال الاستغفار العملي فلذلك الذنوب منها عملية ومنها قولية فالذنب العملي لا يغفر إلا باستغفار عملي والقولي بده استغفار قولي وهناك استغفار غير العملي والقولي هناك استغفار القلب استغفار الروح إذا حجب القلب وجب عليه أن يستغفر ما استغفار اللسان حجاب القلب عن الله بالغفلات استغفارها أن يمحو الغفلة بذكر محو الغفلة بذكر فبدك تبدل مجلس الغفلة بمجلس ذكر صحبة الأشرار بصحبة الأبرار ما هيك النبي قال رجل قتل 100 قتيل وسأل عن أعلم أهل الأرض دلوا عليه قال له مالك توبة راح نفض راسه صار 100 قتيل سأل عن أعلم أهل الأرض قال له بدك تترك رفاق السوء وتروح تجالس الصلحاء هذا استغفار الذنب أنه منين إجتك البلية من رفاق السوء تريد رفيق السوء وجالس الرفيق الصالح حتى يغفر الذنب هلأ إذا رجعنا كل أحاديث التوبة هيك كله عملي 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 إحنا نستغفر الله بسامي هاي بركة نبينا عليه الصلاة والسلام وهي بركة فهم كلام النبوة وهذا اللي فات المجلس والله لو بيعيش 100 سنة يمكن ما بفهم هيك الفهم هذا من فضل الله علي وعليكم استغفار القلب استغفار الروح استغفار الغفلة بالذكر استغفار النظرة بتغميض العين استغفار الكلمة بتوبة اللسان استغفار خطوات أن تخطو خطوات صالحة مقابل الخطوات السيئة كل واحدة لها استغفار فنحن جينا إن استغفر الله النبي عم يقول إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة أنت كم مرة بدك تستغفر كل نقص بتحسه فيه بده استغفار إذا كان كل نقص بده استغفار إيه أنا صاير مركب نقص ما نقص مركب نقص شو معنى المركب يعني النقص مجموع على نقص على نقص صاير تكعيب وتربيع وكل نقص
إذا كان كله نقص معناته أديش لازم تستغفر الله. إذا النبي 100 مرة وليس عليه ذنب ولا نقص، فأنت بنقصك كم مرة بدك تستغفر الله؟ لازم دائما يكون استغفارك مع قائم، استغفارك القائم تبديل السيئات بحسنات، هيك الله قال. فأولئك يبدل الله، إمتى؟ لما هو بدل، لما هو بدل القتل إلى الإسلام، بدل الزنا إلى الاستقامة، يبدل الله سيئاتهم حسنات كله عمليا. فشلون لازم تستغفروا الله إلا أنتم؟ نذكر أحاديث الاستغفار. الله عز وجل بيغفر للإنسان: عبدي لو أتيتني بملء الأرض خطايا لأتيتك بملئها مغفرة، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة. طيب شلون بيقول قراب الأرض خطايا؟ اقرأوا هذا الحديث منين؟ عم يقول له: عبدي لو أتيتني. أتيتني، إذا أتيتني شو معنى أتيتني؟ يعني أنت بعيد عني، يعني لما تقربت إلي. إذا بتتقرب إلي وقربك إلى الله حضور معه ولا غفي عنه؟ قربك إلى الله أنس به ولا جهل به؟ شلون؟ قربك إلى الله ذكر ولا غفل؟ قربك إلى الله مراقبة ولا سهو؟ لما عم تتقرب إله، إذا تقربت إله أنت صرت حاضر معه، فحضورك معه بيغفر ذنوبك الماضية. تفسير حديث مفتح هذا مبين، أما هيك قريته: عبدي لو أتيتني. إن فاكرين إنه إذا ما تحمل مع ذنوبه الله بيغفر لك ذنوبه، عم يقول له إذا أتيتني، إذا أتيتني وأنت حامل ذنوبك، أقبل على الله وأنت خائف منه، مراقب له، تشعر بعظمته، تتفكر بقربه. هذا لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة، لأنك شعرت بعظمته، شعرت بهيبته، شعرت بوجوده، اتقربت منه فامتلأ قلبه من جلال الله، من خوف الله. ايوه الخوف يغفر الخطايا والذنوب. هاي استعرضوا كل الاحاديث ودرسوها هيك، حللوها، يطلع كلياته الاحاديث موافقه بعضها، موافقه بعضها البعض. امتى النبي قال ألذ أوقات الاستغفار وأجمل أوقات الاستغفار؟ إمتى قال؟ الله في القرآن قال: والمستغفرين بالأسحار. الاستغفار وقت السحر. ليش قال وقت السحر؟ يكون وقت السحر كل النايمين وما في غيرك بينك وبين الله، يعني تشعر بوحشة، تشعر بخوف، تشعر بمراقبة. لما تشوف حالك أنت وحدك مع الله تشعر بهالرهبة، بهالجلال، فبتبكي من عظمته وبتبكي من خوفه، وهالبكاء بيغفر لك ذنوبك. ما قال لك بالنهار، كأنه بالنهار مشغول مع الناس، بالأسحار الوقت اللي كل الناس نايمه. صحيح هيك يعني؟ وبأسحارهم يستغفرون. عم يستغفر يعني ماسكين مسبح عم يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ايه بالسحر، بالسحر بين راكع وساجد وبين متأوه وباكي، عم يستغيثوا خايفين من الذنوب والخطايا. هذول اللي الله عم يغفر لهم. يا سلام، بخيل كلام النبي ما احلى كلام النبوة. يا ده شو فيه؟ نجي نشبح هون نجيب أحاديث الاستغفار، في جميل ونروي الاستغفار وأحاديث الاستغفار، أما كيفية الاستغفار ما عم يعرف المعلم يعلم كيفية الاستغفار.
هي